أيلول الحالي 2010 للدعوة إلى مؤتمر جديد يصار خلاله إلى انتخاب رئيس جديد وهيئة إدارية جديدة، وذلك في ضوء نتائج الحوار المنشود والذي نتوخاه إيجابياً إن شاء الله. 4. فوضت الجمعية العمومية الرئيس الحالي أحمد ناصر التنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة المكلفة من قبلها لدفع الحوار إلى الأمام، هذه حكينا فيها بمشاركة الأخ عباس فواز، مع تفويضنا أيضاً بتسمية لجنة خاصة بهذا الموضوع. 5. إن الجامعة تعلن ومن موقعها الشرعي أنها لن تقبل بعد اليوم التعامل مع من يخالف أنظمة الجامعة، وستتخذ الجامعة الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم اسم الجامعة دون وجه حق. 6. أن يستخدم اسم الجامعة دون وجه حق قانوني للقيام بنشاطات غير شرعية وغير قانونية وينتحل صفة الجامعة. كما أننا وانطلاقاً من النظام الأساسي لن نقبل أن نحاور من يخالف التوجهات الوطنية لحكومة الوحدة الوطنية وما أجمعت عليه من خلال بيانها الوزاري. وعليه فإن الجامعة تلفت نظر الأخوة في اللجنة المكلفة دراسة أوضاع الجامعة، إن قلبنا مفتوح وسيكون الحوار منهجنا، غير أننا في الوقت نفسه لا نرضى أي افتئات، ونحن بحق شرعيتنا المستمدة من النظام الأساسي للجامعة. أما في مجال خطة العمل خلال المرحلة المقبلة فقد حددها المؤتمر بالعناوين التالية: ألف، تفعيل مجالس الفروع والنوادي والجمعيات والرابطات المنضوية في أطر الجامعة والطلب إليها إعداد خطط عملها الخاصة لرفعها إلى الأمانة العامة التي ستبادر إلى جمعها في أجندة واحدة، والقيام بالاتصالات اللازمة مع الجهات الرسمية والأهلية في لبنان لضمان نجاح البرامج المطلوبة. وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على مضمون البند 1 من المادة 4 من النظام الأساسي، والذي ينص على تعزيز علاقات الصداقة وتوطين الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية والإعلامية والرياضية بين بلاد الاغتراب ولبنان، وإنشاء جمعيات مشتركة في الطب والهندسة والقانون والعلوم الأخرى. ب. تكثيف الاتصالات مع إدارات الدولة المختصة بغية إعداد برامج عمل مشتركة وعرض الحاجات الاغترابية الأساسية والتي تحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة اللبنانية المركزية، لا سيما في مجالات التربية والصحة والثقافة والإعلام، واعتبار قضايا الشباب المغترب أولوية من أولويات الجامعة. ج. أكد المؤتمرون تمسكهم بحق المغتربين في المشاركة في الشأن العام من خلال الانتخابات النيابية العامة إنفاذاً للقانون رقم 25/8/2008، وندعو المغتربين كافة لتسجيل أسمائهم لدى السفارات والقنصليات اللبنانية من خلال حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول في السفارة أو القنصلية التي يختارونها، مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهوياتهم ورقم سجلهم، وذلك لحفظ حقهم في الاقتراع والتأكد من وجود أسماءهم على لوائح الشطب التي عممت على السفارات اللبنانية في الخارج. إننا ندعو أيضاً إلى إيجاد آلية مرنة لاقتراع غير المقيمين والعمل السريع لاستحداث قنصليات أو إعداد تصور لعدد كاف من مراكز الاقتراع في أماكن تواجد المغتربين، وذلك تسهيلاً لهذه العملية وإنفاذاً لكامل مواد الفصل 10 من القانون 25/2008. إن الأمانة العامة للجامعة ستبادر إلى وضع الملاحظات الفنية واللوجستية على قانون الانتخابات العامة في الجانب المتعلق باقتراع غير المقيمين، وستكون بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات في هذا الخصوص، وسترسل تباعاً التعاليم أو التعاميم المطلوبة إلى كافة فروع الجامعة. دي تطالب الجامعة الإدارات المعنية في وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات تسهيل تسجيل قيود اللبنانيين الجديدة والقديمة ليتسنى لهم تأكيد هويتهم اللبنانية واستعادتها وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء. ونحث هنا المغتربين كافة
عدم إهمال تسجيل الولادات الجديدة في السفارات والقنصليات من خلال الحضور المباشر أو من خلال البريد والوثائق المثبتة. هي تؤكد الجامعة على حق اللبنانيات المتزوجات من غير الجنسية اللبنانية منح جنسيتهن اللبنانية لأبنائهن، وذلك عملاً بمبدأ المساواة والعدالة. ونأمل ألا تؤثر الحسابات الطائفية على هذا الملف باعتباره سلفاً ملفاً إنسانياً بامتياز. واو، تطالب الجامعة الدولة اللبنانية بمتابعة الملف القانوني والقضائي لحادثة الطائرة الأثيوبية المنكوبة حتى الوصول إلى الحقيقة الكاملة، كما نطالب بالاهتمام بالجانب الإنساني لهذا الملف واعتبار شهداء الطائرة كما شهداء الاغتراب هم شهداء الوطن، وأن الجامعة تضع إمكاناتها القانونية في خدمة الإدارات المعنية في الدولة المكلفة متابعة هذا الملف. زين، ننوه بالخطوات التي اتخذتها شركة طيران الشرق الأوسط في مجال تعزيز وتسيير خطوط جديدة إلى دول أفريقية، وندعو إلى انتظام هذه الرحلات وإلى تطويرها لتشمل كافة دول العالم التي يتواجد فيها مغتربون، نظراً للشعور بالطمأنينة وبالثقة في شركة الميدل إيست كشركة وطنية. وستتابع الأمانة العامة واللجنة المكلفة من قبل المجلس القاري الأفريقي والمجالس القارية الأخرى هذا الملف وصولاً للنتائج المتوخاة. وشكراً. بطلب تصويت على هالمقررات. قبل شكرا الحضور الامريكي بنبسطه كل شوي كلمات معسوله من عندك. بنشكر الاخوه اللي شرفونا من الولايات المتحده الامريكيه، وبنوجه التحيه للمجلس الوطني ولكل مجالسنا الوطنيه بهالمؤتمر، وبنشكر جميع المشاركين من اللي اجوا من كل انحاء العالم، وبنشكر الاستاذ احمد عاصي وفريقه اللي تابع معنا هالمؤتمر هذا، وبنتمنى التوفيق للجميع. اي ممكن تصورهم وتوزعهم هلا معك. اي هلا استلم. جزء من مصاريف القضية المنوي رفعها على كل من يسيء استعمال اسم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. وشكرا. وعندي طلب خاص من الإخوة أصحاب النخوة إنه الصندوق تحت الصفر. نطلب من الإخوة الكرام، ما بدي أطلب هلأ تبرعات، بس بدي أتصل بإخوان وكلكم أبو علي حجاج مستعد هو يترأس القائمة، وهو كله نخوة وكرم، والأستاذ ألبير كمان وكلهم سوية. حبيب قلبي تفضل. نشكر اللجنة على تفهمها الوضع اللي عم يحصل بالجامعة، وبنشكرهم على القرارات اللي هن اتخذوها، لأن هذه قرارات جريئة وواضحة، ونحن منأيد كل اللي صار حالياً بهذا المؤتمر، ونتمنى أنه تحصل الانتخابات بموعدها في المرة القادمة، ما يعدش يصير في تجرزمات وانقسامات داخل البيت الواحد. لأجل ذلك بنحيي الجميع وبنشكر الجميع على الحضور مع جميع الوفود اللي ممثله مع الوفد الامريكاني المؤلف من 22 فرع منتشرين في كل الولايات المتحده الامريكيه، من كاليفورنيا للوس انجلوس لاريزونا لنيوجيرسي لنيويورك لماساتشوستس لميشيغان لكناتيكت الى اخره. وانا بدي زيد كلمه ثانيه بعد على اللي قاله الاخ عاطف عيد، انه كل واحد بيجي من امريكا وبياخذ مسافه الطيران بين ال 15 لل 11 ساعه له حق التصويت. بس هذا بدي نتشكر الاخوه اللي اجوا من امريكا على وقوفهم الى جانب
المؤتمر وتفهمهم لكافة القضايا. وشكرا للجميع. نحن جربنا جهدنا لنصحح المسار، لأنه كلنا أخوة وحريصين على المصلحة العامة. نشكر جميع التجاوب، يعطيكم العافية. أنا بدي أتشكر اللجنة على القرار الجريء. كنا ومنتمنى دايما أنه يكون مبادرة، بس ما منتمنى كان يصير في ضغط من هالمجلس الوطني، ولكن نحن أنتوا بقلبنا ونحن بقلبكم، وهالجامعة بتضل مجمعة يا شباب. كل اللي بنطلبه أنه تحبونا ونحبكم وما نكره بعضنا. أمرتي جيب نتمنى أنه تصير بلا مشكل. يا شباب يا شباب، إذا كنتوا بتريدوا كلمة صغيرة، إذا بتريدوا لحظة ولك راح، إذا ما بتعمل لي نيشان نيشان كاسي بدي أزعل منك. يا رئيس لو بتدعي الجميع لأعطيك صورة تذكارية. صور البروتوكول رئيس، صور البروتوكول. يلا 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 يلا. هيدي شباب لسويس، هيدي كندا.